وكاريكاتير لليوم من ستافرو جابرا. متعلقة طبعا بانتهاء عام 2012 وحلول عام 2013 ناظرة في مجريات السنة الماضية. فمن كاريكاتير ستافرو جبرة بصحيفة البلد لهون بتكون جولتنا على أبرز عناوين الصحف الصادرة والموزعة لليوم ببيروت وصلت لنهايتها. طبعا تفاصيل كل هالعناوين وغيرها من الأخبار بتتابعوها بنشرات أخبار الـ MTV. موعدنا بتجدد بكرة 7:30 صباحا بتوقيت بيروت. إلى اللقاء.